عجبتكم الفيديوهات تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. السلام عليكم جميعا في احلى وصفة مع منى، وحشتوني قوي. النهاردة انا هفرز لكم الخضرة. فاكرين في فيديو العدس الهندي، ومش فاكرة برضو في فيديو تاني استخدمت اللي انا كنت مفرزاهم وقلت لكم هبقى اوريكم ازاي انا بفرزهم. فانا هم خلصوا من عندي اللي كانوا متفرزين، وانتوا شفتوها ازاي بتطلع خضرة، يعني خضرة زي ما هي ولا بيجرى لها حاجة. طريقتي دي في التفريز انا بستخدمها على طول وبعملها على طول. وطريقتي دي في التفريز جات لي منين الفكرة دي او الالهام ده؟ هقولك ان في السوبر ماركت الكبير بيبيعوا الخضرة متفرزة في اكياس كده، فانا قلت طب ما انا اجربها، فجربتها وهقول لكم طريقتها ازاي، لان فيها تركية كده انا بعملها عشان بتفضل زي ما هي. وانتوا شفتوا في فيديوهاتي فيديو العدس اللي هو العدس الهندي، كنت حطها برضو على ايه تاني، الكورياندا اللي هي الكزبرة والبقدونس، مش فاكرة، بس هتلاقوا يعني في فيديوهاتي. بس ليه اكيد وكنت مطلعاه كان في فيديو العدس الهندي. فانا هوريكم دلوقتي هعمل ايه. ده هنا ده كزبرة وده بقدونس، مفيش حاجة، انا غسلتهم كويس قوي وخليتهم بميتهم كده، يعني انا مش عايزة اصفيهم، انا عايزاهم يبقوا بميتهم كده. ليه بقى يا منى المية دي؟ وهقطعهم وهقطعهم بقى اللي هو الصغير. ميتهم دي هي اللي لما بتيجي بتتفرز، بتيجي بتفرز بتفرزيها بت بت هي اللي بتحافظ على اللون الاخضر، الاخضر بتتحول على تلج كده على ال 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 ورقه ال ورقه الخضره، وما بيجرالهاش حاجه. وفرزي بقى اللي انت عايزه تفرزيه، برضو النعناع، برضو ال 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 الشبت، اي خضره، اي خضره، يعني ما بيجرالهاش حاجه، بجد بجد ما بيجرالهاش حاجه. انت بتبقي غسلاها وما تخليهاش تنشف، يعني عايزاها بميتها انا، يعني خلي يبقى فيها ميه. وهقطعها اهي كلها وهوريكم اللي هي التركية الاخيره اللي بعملها وجوه كيس اللي هي لما احطها في اكياس الفريزر، هقطعها واوريها لكم. انا خلاص اهي قطعتها، هاخد اهو ده كيس اللي هي التلاجة، اي كيس اللي بتحطيه في التلاجة او بتفرزي فيه، اي اكياس تلاجة اهو هحط اهو. ادي ده كده عندي اهو، ده كده البقدونس، وهكذا برضو هعمل كده في الكزبرة اهو. اهو البقدونس اهو كله كده احطه، قطعته طبعا صغير. طبعا العصيان دي لا مش هاخدها، يعني بس الورق اللي هو الاخضر اهو خلاص، وهو مبلبل يعني انا ما صفيتوش من الميه، انا عايزه فيه ميه. هعمل ايه دلوقتي؟ ولا احط اي حاجه، اوعى تحطوا يعني ما احطش لا ليمون ولا ماء ولا الحاجات اللي بتتحط دي بتدبله. انا دي الطريقه اللي انا دايما بجربها وبيقعدوا ايه معايا، وانتوا شفتوها في الفيديوهات بتاعتي في فيديو العدس بالذات، لان ده اللي انا فاكراه كويس، لان انا قلت هبقى اوريها لكم بس ما كانوش لسه خلصوا من عندي. فلما خلصوا اهو ما هعملهم اهو قدامكم اهو. ادي دي كوبايه فيها شويه ميه، ميه عاديه من اي ميه، ما فيهاش اي حاجه، مش حاطه فيها حاجه اهو. اللي اهو البقدونس هحط شويه، حوالي معلقه ميه كده عليه كده كده خلاص، بس حوالي معلقه ميه عليه واعملهم كده واعمله كده. انا عايزاه شايفين كده يبقى فيه ميه كده، مندي كده ميه كده. دي هتتحول في الفريزر اللي زي في تلج كده مرمل كده اهو عليه عليه كده، وهي دي اللي بتحفظه بقى اخضر ولا بيجراله اي حاجه اهو. وحتى لما بيقعد مده كبيره بيغمق سنه، مش بيغمق كتير، وطعمه بيبقى يعني حلو، يعني لما بيقعد مده كبيره بيغمق بس مش قوي، يعني مش قوي برضو، يعني حتى لما بيقعد ما بيغمقش الا بعد مده كبيره قوي، وهو غير كده بيبقى زي كده اهو مده كتير، تقعدي شهر كده اهو على حال ده اخضر كده وبالشكل ده كده خلاص. وبرضو هعمل كده في الكزبرة، وهي دي طريقتي، وهي حلوة وجميلة بجد، جربوها، احسن احسن طريقة بجد جربتها انا لتفريز الخضرة، وان شاء الله هتعجبكم. وما تنسوش لو عجبكم الفيديو لايك عشان تدعموا القناة والقناة تكبر، وتشتركوا في القناة يوصلكم كل حاجة انا بعملها. واشوفكم الفيديو الجاي على خير، مع السلامة.